البطاطا بتاعتنا بطاطا لذيذه جدا جدا ومميزه جدا جدا زي ما انتم شايفين. شايفين التتبيله اللي بتتحط عليها دي بتخلي طعمها لذيذ جدا، بتخلي فيه قرمشه كده في الطعم، وفي نفس الوقت قرمشه منكهه، فهي طعمها لذيذ بشويه طحين مع شويه توابل انا اخترتهم، زعتر، بابريكا، حطوا اللي انتم عايزينه، بودره ثوم، بودره بصل، وخففتهم بشويه ميه لغايه ما بقى عندي القوام بتاع الكراب، وحطيتهم مع بعض في مع البطاطا وحطيتهم. بس ناخد بالنا ان احنا لما نيجي ننزلهم في الزيت ننزلهم يعني واحده واحده، مع هي دي بس مشكلتها، طعمها حلو جدا بس ما ينفعش احطها كميه كبيره مره واحده لانها هتمسك في بعض. طعمها لذيذ قوي، جربوها وهتحبوها اكيد. نص كيلو بطاطا، معلقه صغيره بودره الثوم، معلقه صغيره بودره البصل، وبدنا معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره زعتر، معلقتين من الطحين، ملح وفلفل مجروش، وماء لخلط المكونات، وزيت لقلي البطاطا. طيب اول حاجه عايزين نعملها، عايزين نعمل الخلطه بتاعتنا. تمام، هنعمل الخلطه مع بعض. الخلطه دي لذيذه جدا، البطاطس دي في مصر معروفه اسمها فريسكس، بس هي طعمها كتير مش شويه. اوكي، كتير لذيذ. هلا بندوق. كتير مش شويه، يا سلام. طيب هناخد المكونات اللي عندنا، عندنا هنا تقريبا معلقتين دقيق، وممكن نعوز اكتر، هنشوف دلوقتي. هنحط شويه ملح وفلفل. وهنحط بقيه المكونات، زعتر وبابريكا، بودره البصل، بودره الثوم، بالظبط. كل ده بقى هاخده احطه هحطه مع شويه ميه علشان اعمل زي خليط كده، بيبقى تقريبا زي خليط الكريب او التمبوره. طب صح، الخليط بتاعنا ده، وهنبتدي شويه شويه نحط له ميه. اوكي تمام، واحنا اوريدي مولعين على الزيت، هنحط ميه شويه شويه كده. حبيت الفكره كتير غاده، كتير لذيذه الفريسكس دي، يعني حاجه زاكيه، حاجه زاكيه كتير. طبعا احنا اخذنا حاجه مصري وزاكيه اردني، فاحنا لازم نقول حاجه حلوه او إشي زاكي. جمعنا اللهجات. والله اللهجات دي مجرد طبعاً. يعني مفيش حد بيبقى قصده يتكلم بلهجه طبعا، هو انت حسب انت فين عشتي وتربيتي، كلها عربي وكلها بالظبط. يا يعني مش يعني خليني احط شويه دقيق بس كمان. شويه طحين كده علشان يبقى الخليط شويه زي ما انا عايزاه، انا عايزاه يلبس على البطاطا، فاهمه قصدي؟ ايوه خلاص كده تمام. خلينا بقى دلوقتي نقطع البطاطا بتاعتنا. اوكي اوكي، هنقطع البطاطا. بنعملها بهذا الشكل، بهذا التخن، لا كده اللي هو المتوسط، المتوسط، مش رفيعه قوي ومش تخينه قوي. زي كانك بتقلي بطاطا. بطاطا المقليه. برافو عليك. شوفوا بقى هنعمل ايه، عندنا دول اهم كده جاهزين. هناخد البطاطا اللي عندنا، بس هي بقى ايه يعني بتتعمل يعني مش كتير مع بعض طبعا، يعني بنحط لازم لما تيجي تحطيها يعني مش هقول لك واحدة واحدة، بس يعني واحدة واحدة تقريبا، لا عشان النار ما تنزل، علشان ما يلزقوش في بعض، ما يلزقوا. خلاص انا كده بس هغلفها، شايفين ازاي التغليف كده اهي كده. والله هي يمكن لسه عايزة شوية طحين، يكون كثيف اكتر من هيك، عايزينه بس يكون ماسك علشان تمسك على البطاطا عندنا. صح اوكي تمام، فعايزينها احنا تمسك. خلاص تمام كده، شوفوا القوام بتاعها اهو. اوكي هناخد بقى دلوقتي البطاطا اهي زي ما هي كده، وهنبتدي نقليها في الزيت.